التتويج اليوم. نتمنى يكون الجمهور حاضر وتشجع هذه الرياضه الجميله الرياضه الصحيه ديالنا. ويا شكرا بزاف، نشكر عطيت كلمه سي عبد الرحيم الكاتب العام لجمعيه الاتحاد الرياضي البيضاوي، وكبير عندنا في جمعيه الاتحاد الرياضي البيضاوي وبطل سابق معروف بالالقاب ديالو المحليه والدوليه. نعطيه الكلمه. أحسن رحمه الله الذي كان خالد من المشرفين الإداريين والمسؤولين في الجامعة وكل هذه الاتحاد الرياضي البيضاوي اللي ضحى كثير 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 بزاف على في هذه الرياضة هذه. إن شاء الله هذا مناسبة كبيرة إن شاء الله لحضور جميع الأندية المغربية المشاركة في هذا السباق. كنشكرهم وكنشكر جميع ساهم في هذا العصر الرياضي كل شان المساهمين من الشركات ومن جميع السلطات المحلية. نشكرهم بزاف على هذه المساعدة اللي أعطوها للدالي في إقامة العصر الرياضي لنصف الدرجات في عملية السلطات المحلية. السلام عليكم. شكرا لك ونشكر بزاف على الجهودات وراء الكواليس وشكرا. شكرا سي توفير. اذا بعد قليل ستعطى الانطلاقه كما سمعتوا كاين تقريبا دابا 34 فريق ياك سي عبد الصمد 34 فريق وعدد المتسابقين تقريبا 90 متسابق الى حد الساعه ومازال كنتسناو يتسجلوا مع هاد المتسابقين الاخرين. اذا بعد قليل مع 2:30 بالضبط غتعطى الانطلاقه من مدينة سطات اتجاه الغريميين مرورا ببلاد أربعة ولاد سعيد ثم ولاد عبو وصولا إلى الغريميين ذهابا وإيابا. إذا تقريبا غتكون 110 كيلومتر ما بين الذهاب والإياب. إذا تقريبا جوج سوايع كان فيها باش يرجعوا. إذا من المحتمل ديبار مع 2:30 مع 4:30 غنتسناو المتسابقين باش يبداو يوصلوا. إذا إلا بيضوا مزيان وجرو مزيان 4:30 إلا مشاو بشوية عاود ديك الخمسة هادي بداو يوصلوا. إذا نتمناو ليهم السلامة، كنتمنى يمشوا بخير ويجيو على خير إن شاء الله بيكون شي زاكسيدون ويكون السباق يكون تكون فيه شنو كتسمى الروح القتالية بكل الحماس. إذا كنشكروا جميع الحضور بما في ذلك كنشوف السيد باشا اللي كيظهر على يساعد باش يكون كلشي بخير. الامن القوات المساعده فكر لي ننسى شي واحد وطبعا الصحافه بجميع انواعها الدوليه والعالميه والوطنيه. اوكي بجميع حنا كنضحكوا مع البلاد وحيد القلب وبيان سير كنقول واحد الشخص اللي عزيز علينا اللي هو سي خاصي ولكن الحمد لله كنبغي نذكر بان هذه الدوره هي ترحما على السي بوطيب الحسن مرحمو الحاج بوطيب واليوم هو يوم فرور رساله على وفاته. تبقات حرانة على ياسين المرادي الذي جاء من مدينه وزان واستطاع الظفر بالمرتبه الثالثه عن فئة أقل من 23 سنة. يسلمه له كأس التتويج السيد ممثل الوقاية المساعدة فليتفضل مشكورا. وبالمناسبة نتوجه بالشكر الجزيل لمصالح القوات المساعدة التي تساهم دائما في إنجاح مسار رياضة سباق الدراجات في بلادنا. إذن الشكر موصول لهذا الجهاز الأمني والذي تجندت مصالحه منذ الساعات الأولى من أجل إنجاح سباق اليوم. كانت سباقات حالة لطاع ياسين المرادي. صورة لي
الذكرى للبطل طاهر ياسين المرادي رفقة السيد ممثل مصالح القوة المساعدة. إذا الشكر موصول كذلك لكافة المصالح الأمنية. والآن ننادي على صاحب المركز الثاني البطل المدينة أسفي محمد نجيب سنبولي عن جميع درجات أبطال أسفي. صفقات هذا على السنبولي ويسلم له كأس التتويج السيدة نائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة ستات فلتتفضل مشكورة. السيدة نائبة رئيس المجلس الجماعي للمدينة توشح البطل محمد نجيب صنبولي عن جميع الدراجات أبطال أسفي. صورة للذكرى للبطل محمد نجيب صنبولي رفقة السيدة نائبة رئيس المجلس الجماعي للمدينة للتذكير. فالبطل محمد نجيب صنبولي قد تم استدعائه من طرف لاكنوا وهي مجمع اللجان الأولمبية بالقارة الإفريقية من أجل المشاركة ضمن تربص إعدادي عالمي بفرنسا. فتصبحت حقا للصنبولي نمر إلى عريس فئة أقل من 23 سنة والأمر يتعلق بالبطل عن الاتحاد الرياضي البيضاوي ناصر الدين معتوقي. ويسلم كأس التتويج للبطل ناصر الدين المعتوقي السيد. إذن أنادي على السيد لحسن خرصي الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للدراجات ورئيس عصبة جهة الدار البيضاء سقط ليوشح البطل ناصر الدين معتوقي. إذا السيد لحسن خرصي الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للدراجات يوشح البطل ناصر الدين معتوقي وكذلك هدية من الشريك الأساسي لسباق اليوم شركة مونديال. فلتتفضل مذكورة من أجل تسليم الجائزة لبطل فئة أقل من 23 سنة ناصر الدين معتوقي. كنبغيكم تحييو هذا البطل. صفقات حارة على البطل ناصر الدين معتوقي. نبقى مع صورة تذكارية لكافة السلطات المحلية. إذن صورة للذكرى البطل التراب معسكري عن جمعية نادي دراجة فاس. تصفيقات حرة على المعسكري الذي أتى من مدينة فاس واستطاع الظفر بالمرتبة الثالثة. يسلم له كأس التتويج السيد ممثل الشرطة الإدارية. هذه المصلحة التي تجندت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم من أجل تيسير كافة الترتيبات التقنية والتنظيمية. إذن السيد ممثل الشرطة الإدارية يوشح البطل التراب إبراهيم المعسكري عن جمعية نادي دراجة فاس. الآن إلى صاحب المرتبة الثانية والأمر يتعلق بالبطل صهيب واسمه عن النادي الحسنوي سيدي سليمان. يسلم له كأس التتويج السيد الوراق الفكاك. أو ننادي على السيد المشرف على المنتخبات الوطنية السيد عبد العاطي سعدون عن جمعية جلوبال ستات من أجل تتويج البطل صهيب واسمه عن النادي الرياضي الحسنوي. تصفيقات على صهيب. إذن صورة
للذكرى للبطل صهيب، واسمح ان سيدي سليمان رفقة السيد عبد العاطي سعدون المشرف الوطني على المنتخبات المغربية، وحلها في المرتبة الاولى البطل عضو الفريق الوطني للشبان عن مدينة اسفي وعن جمعية درجات ابطال اسفي اشرف الكريمي. وننادي على كل من الحاج ايتوفقير وكذلك السيد مروان ايتوفقير رئيس جمعية الاتحاد الرياضي البيضاوي من اجل توشيح البطل اشرف الكريمي. ننادي على السيد إذن كل من السيد مروان ايتوفقير رئيس جمعية الاتحاد الرياضي البيضاوي وكذلك الحاج محمد ايتوفقير احد الاعضاء الدائمين لجمعية الاتحاد الرياضي البيضاوي. تصفيقات حارة على هذا البطل اللي استطاع انه يتفر بالمرتبة الاولى في هذا الشبان الفائز بالجائزة الوطنية الكبرى الثامنة لمدينة ستاد في يومها الأول. يذكر أن محسن الكراجي توج مؤخرا بالقميص الأصفر لطواف الكاميرون، فتصفيقات حارة على محسن الكراجي. والآن ننادي على السيد الباشا رئيس الدائرة الأولى هنا بمدينة ستاد فليتفضل فتكرة من أجل تتويج البطل صاحب القميص الأصفر لطواف الكاميرون وكذلك الفائز بالمرتبة الأولى عن سباق الثالث عن سباق اليوم وحسين الكوراجي. تصفيقات حارة رابط الإفريقي هذا. إذا كان صورة جميلة للسيد الباشا رئيس الدائرة الأولى رفقة البطل محسن الكراجي، وأدعو السيد الباشا للبقاء معنا في منصة التتويج. والآن ننادي على صاحب المرتبة الثانية البطل الفائز بالمرتبة الأولى عن فئة أقل من 23 سنة وتوج بالمرتبة الثانية عن فئة الكبار نصر الدين ماتوكي عن الاتحاد الرياضي البيضاوي. وننادي على السيد العميد المركزي للأمن الوطني هنا بستاد فليتفضل مشكورا من أجل تتويج البطل نصر الدين ماتوكي. وبالمناسبة نتوجه بالشكر الجزيل لمصالح الأمن الوطني والتي دائما ما اعتدنا مساندتها لا مشروطة من أجل إنجاح سباقات رياضة الدراجات. الشكر موصول للسيد العميد المركزي للأمن الوطني. إذن يرشح البطل نصر الدين الماتوكي عن الاتحاد الرياضي البيضاوي. والآن نمر إلى الفائز بنخبة السباق أحد أعضاء الفريق الوطني الأول المتوج بطواف الكاميرون. الأمر يتعلق بابن الاتحاد الرياضي البيضاوي صلاح الدين المراوني. تصفيقات حارة على صلاح الدين المراوني ويسلم له كأس التتويج السيد باشا المدينة باشا مدينة ستاد فليتفضل مشكورا السيد الباشا الذي عودنا دائما على مساندته ودعمه لأنشطة جمعية جلوبال ستاد وكذلك سباقات الدراجة الوطنية. فكل الشكر والتقدير للسيد الباشا وكذلك عبره نوجه كل التحايا
للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات. إذن تسبيقات حارة للأبطال أصحاب المركز الثلاثي. جاهد السباق لأخذ صورة تذكارية على عطي سعدون مروان يتشوف قير. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.